ان شاء الله كهرباء. لو هنمشي مظبوط الاول انا شايف ان احنا لازم نعمل زي بره. انا نفسي اشوف فرود اللي في منتخب مصر يكون عنده 19 و20 واحد سنه زي اوروبا. يعني مثلا ممكن مصطفى محمد يلعب، انا شايفه جاهز على الاقل بيقاتل على الكره بتاعته. مفيش افضل محمد صلاح موجود دلوقتي على الساحه نقدر نعتمد عليه. صلاح محسن، مروان محسن، في محمد مصطفى، ممكن رمضان صبحي، كل ده ينفع من المنتخب. هو محمد صلاح او تريزيجيه هم اللي بيقدموا يعني الاداء الكويس، بعد كده الباقي كله يعني مع التحسن. مصطفى طلعت، محمود كهربا خصوصا دلوقتي بعد الاحتراف هياخد خبرات اكتر، وفي نفس الوقت هو مهاري وبيقدر يخلص في اي وقت باذن الله. مصطفى محمد، هو صلاح محسن بس يديله فرصته، يعني هو لو خد فرصته هو لعيب حلو وامكانياته حلوه. لو انت مكان المدير الفني مين اكتر لعيب هتعتمد عليها بالترتيب؟ يعني محمد صلاح، احمد فتحي، في كهربا، هم دول الناس اللي موجوده نقدر نعتمد عليهم في الفتره اللي جايه. هو ممكن لو حسنت تريزيجيه وحسنت شوطه على المرمى وحسنت فتح المساحات في نص الملعب بدل ما هي كله اللعب ايه مقفول بس على الكره الطوليه قدام، لو لعب عرضي افضل يعني وحاول يفتح مساحات في نص الملعب هيلاقي حلول قدامه. يعني مصطفى طلعت، مصطفى محمد قصدي، مروان محسن، في محمود كهربا، في وفي مروان محسن، بس هو الاصابات مخليها مش هتعرف تصدق، لكن مروان محسن وفي برضه يعني في لاعب لسه ما اتضمنش زي صلاح محسن في الاهلي برضه ممكن يجي منه كتير. اعتقد مصطفى محمد الاول وبعد كده عمرو مرعي، بس اعتقد انه مش منضم للمنتخب، وممكن مروان محسن. صلاح محسن ومصطفى محمد بتاع الزمالك حلو قوي، محمد صلاح وبعد كده مروان محسن وبعد كده كهربا.